بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل المريض يجمع ويقصر الصلاة؟ نعم، المريض إذا احتاج إلى الجمع يجمع، أما القصر لا، القصر للمسافر، القصر إنما هو للمسافر، أما المريض الذي هو غير مسافر هذا يباح له الجمع إذا كان أرفق به. نعم. هل لطالب العلم أن ينقل فتوى العالم حتى إن كانت المسألة ليست بعينها، يعني تشبه المسألة التي أفتى بها العالم؟ الذي ليس عنده علم لا يتكلم في المسائل الشرعية، لا يتكلم فيها إلا أهل العلم، ولا يفتي إلا أهل العلم. وأما أنك تقول إن فلان أفتى بكذا، فربما تكون أنك لم تفهم كلام العالم. إن كانت الفتوى مكتوبة، إن كانت فتوى العالم مكتوبة في ورقة عليها ختمه، أو في كتاب له عليه اسمه، فتقرأها على الشخص، تقول هذه فتوى فلان. أما النقل، النقل يخطئ وتفهم خطأ، تجنب هذا الشيء.